دير لايك الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس باش يوصلك جديد الأخبار المغربية. المغرب يخطط للإعلان عن هذا المشروع الفضائي الكبير جدا. يعمل المغرب في السنوات الأخيرة على الرفع من قدراته في مجال الفضاء بالتعاون مع 4 دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة، ويخطط للرفع من هذه القدرات في وقت قريب. وحسب صحيفة إسرائيل ديفنس المتخصصة في أخبار الدفاع، فإن المركز الملكي للاستشعار البعد الفضائي الذي أسسه المغرب في سنة 1989 يمتلك حاليا برنامجا لتطوير وتوسيع القدرات الفضائية للمملكة المغربية، خاصة بعد إطلاق قمرين صناعيين في الألفية الثالثة، الأول في سنة 2001 والثاني في سنة 2018، مع وجود مخطط لإطلاق أقمار اصطناعية أخرى قريبا. ووفق نفس المصدر، فإن المغرب يهدف من خلال توسيع هذه القدرات من أجل استغلالها في مجالات متعددة كالمراقبة ورصد المناخ والاستخدام الفلاحي والدفاعي، إضافة إلى الاستخدام في مجالات أخرى كالطيران والإنترنت. كما يرى المغرب حسب الصحيفة الإسرائيلية دائما أنه من خلال تطوير قدراته الفضائية سيساهم ذلك بشكل إيجابي في إعطاء دفعة للاقتصاد المغربي والتسريع من نموه، مشيرة إلى أن المغرب يعتبر من البلدان الرائدة في إفريقيا في المجال الفضائي. ولهذا تقول إسرائيل ديفانس إن المغرب يتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا وفي مجال أبحاث الفضاء، وقد بدأ اعتبارا من سنة 2019 في التعاون مع وكالة الفضاء في الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك في إطار برنامج الهادف إلى التوسع والتطور. ويملك المغرب المركز الملكي لاستشعار البعد الفضائي الذي يعتبر هو وكالة الفضاء الرسمية للمغرب، وهو المركز الذي يدير حاليا برامج بحثية مختلفة ضمن إطار عمل الوكالة مثل الاستشعار عن بعد والأقمار الصناعية الصغيرة واستكشاف الفضاء والتقنية الطبية والإنترنت والفضاء كبعد تجاري والقانون الدولي والبحوث المتعلقة بالقضايا الأخلاقية والمعنوية في سياق الفضاء. وتحدثت التقارير الصحفية الإسرائيلية عن تقديم المركز المغربي لبرامج بحثية بالإضافة إلى مساعدات مالية للشباب وخريجي المدارس الثانوية لاستقطابهم إلى مجال أبحاث الفضاء، مع إفادة طلبة للخضوع لبرامج متخصصة في هذا المجال في الولايات المتحدة وفرنسا من أجل اكتساب المعرفة ذات الصلة وإعادتها للوطن. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تزامنا مع مخطط المغرب للرفع من قدراته في مجال الفضاء، فإنه قام في السنوات الأخيرة باقتناء العديد من الآليات التكنولوجية الحديثة لفائدة القوات المغربية لاستخدامها عبر الرصد من الفضاء والجو من أجل محاربة بعض الظواهر مثل الهجرة السرية والتهريب الدولي للمخدرات، إضافة إلى محاربة الجريمة العابرة للحدود والإرهاب. شكرا على حسن تتبعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.